مكان آخر. معي من دبي الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي السيد أيمن عيتاني. أهلا بك سيد أيمن، معي على سكاي نيوز عربية في منصات. هذا يوم مختلف، يعني الحديث حديث سناب شات سيكون يعني ثورة كبيرة في هذا الإطار. كيف رأيت هذا الإعلان؟ هلا اخ ماجد، انت توقيتك دائما عم يكون على الوقت، يعني هني كمؤتمر ما صار له 24 ساعه وعم تحكي بكل شيء هني حكوا فيه. هني بالمؤتمر اذا بتشوف هني شو اعلنوا، هني عم يرجعوا لاصلهم الاساسي، بيعتبروا حالهم هني مؤسسه اختصاصها الكاميرا، كاميرا جهاز التليفون، وهني بيطوروا تقنيات معينه، وحتى كمان من حوالي سنتين عم يشتروا مؤسسات ثانيه اللي عندها تقنيات اللي خاصه بشراء الملابس اللي عم نحكي فيها نحن اليوم. وكل الهدف من كل هالحركه كلها وكل هالمصاري وهدفين اخ ماجد، اول شيء يكون في اثراء للمضمون، مضمون اكثر، ويكون في اثراء للمردود، مردود اكثر. اللي حيصير هلا هون مثل ما تفضلت انت، انا بقدر عن طريق سناب شات بطلع انا بنقي قميص، انا لابس قميص ازرق، حط قميص ابيض، والاحلى بعد ببعث لك اياه الفيديو، بقول لك شو ماجد ابيض منيح، بتقول لا جرب الزخرفه خفيفه قويه هيك، فبصير بتواصل اكثر انا وياك، ففي مضمون وفي انت موجود انا موجود، واذا انا اقتنعت انا عم بشتري. فهون عندهم اني اثراء مضمون ومردود اكبر. طيب بتعرف كمان نحن بنحب كثير، حتى لو شغله انا ما معي فلوس اشتريها، بس بدي اجربها شوي وخبر الناس انه انا عم فكر بهالعوينات الغاليه، مع انه انا مصرياتها مش معي، فبحطهم وبحط على سناب شات للكل تشوف انه شو رايكم حلوين هون النظارات الشمسيه، اما لا حتى لو هن مكلفين كثير يعني، فهيدي بتعمل حركه اكبر كمان على. طيب سيد ايمن، انا اريد اتداخل معك. لاحظت ان تقنيه الاي ار اوجمانتد رياليتي كان فيها سم يعني الجلتشز او المشاكل التقنيه، لم تكن مضبوطه بشكل 100%. هل تعتقد سناب شات في هذه المره ستتفادى كل هذا وكيف؟ يعني هو هذه التقنيه اذا تفضل فيها الاي ار الواقع المعزز، تقنيه صعبه وصار لها سنين موجوده، يعني حتى نحن اذا معك جهاز ايفون ومعنا جهاز ايفون عندهم هذه التقنيه، بس هيدي بعد بدها شغل، يعني بدها بعد التقنيه بعدها ما وصلت. وحتى بالتقنيه اللي بنحكي نحن فيها من سناب شات اخذوا خطوه جديه وكبيره لها، بس ما منا كانه يعني انت بالمحل عم بتشوف بالمكان عم تشتري، يعني احسن بس بعد منا هالفتاكه يلي هي بتكون يلي بتغير كل المعايير يلي عنا اياها نحن. طيب اليوم سيد ايمن، اذا ما عدنا بسنوات ماضيه، سناب شات اخترعت الفيديوهات القصيره اذا تذكر، قلدتها كثير من الشركات، الآن هي تعلن هذا الإعلان، ألا تتخوف من أن تسبقها شركة أخرى أو تستثمر فيها أكثر، طبعا مع يعني فكرة استحواذ تويتر وأفكار أخرى أيضا؟ لما كل هالمؤسسات حابين يعملوا شيء بالناس تشتري على الإنترنت، لما إجت جائحة كورونا كله صار يركض يعمل، وصلوا سنتين عم يشتغلوا على هالموضوع، يعني مش بس سناب شات وإنستغرام عم تعمل وفيسبوك ومؤسسة شوبيفاي وأبل كله عم يعمل، وهلا كل ما واحد اسرع وعم بيخبر يعمل ضجه اكثر كل ما هو بيستفيد اكثر. بس المرحله اللي مارق فيها سناب شات هلا في شويه نفضه داخليه، حتى عنده الحركه عم بيقولوا هن انه كلكم عم تحكوا عن تويتر، بس نحن عندنا عدد مستخدمين شهريه اكثر من تويتر، عندنا حركه اكثر من تويتر، فعم يجربوا كمان يكونوا هن يلفتوا انظار اكبر عليهم، ليكون في مردود اكبر للي بيجي وشراء اكبر، ويكون في مؤسسات تجاريه عم تهتم اكثر بسناب شات. لكن إلى أي مدى سنرى عقودا؟ يعني أنا لا أريد أن أستبق هنا، لكن هل سيسحب البساط من أمام وسائل التواصل الأخرى بالنسبة للشركات الكبيرة، شركات الملابس أو شركات حتى يعني المختلفة في هذا الإطار؟ يلي عم بيخوف الكل هلا مش سناب شات ومش تويتر ومش انستغرام، هو تيك توك. تيك توك عم بيخوف الكل، من جوجل عم تعمل على يوتيوب عم بتغير، وكله عم يركض ليلحق تيك توك وتقنيات تيك توك، حتى هني حكوا بتقنيه جديده يلي بتشبه كمان شيء شايفينه قبل بتيك توك وهيك، فهو تيك توك يلي عالميا بقلب امريكا والصين والبلدان العربيه يلي اكثر شيء الناس عم يلي رغم انها سيد ايمن، رغم انها لا تمتلك يعني هذه التقنيات المتطوره من ناحيه التسويق، من ناحيه اختيار كما قلنا الملابس وغيره، عندهم تجارب عم يشتغلوها على نطاق اصغر من هيك لشراء المنتجات، وكمان عم يشتغلوا هن كمان على المؤثرين يلي هو بتعرف انت بيطلع بحط بالتليفون بقول
عم استعمل هذا المنتج، فيكم تشتروه هلا، اشتروه من تحت طلعوه. يعني عنده تيك توك على هيدي النوع الحركه كمان، وانستغرام كمان عندهم، كلهم بنطاق تجريبي بس مش بنطاق كامل عالمي وين ما كان في ناس تشتغل تستعمل بعد. طيب سيد أيمن، هذه الثورات هي متلاحقة في عالم السوشيال ميديا لكنها تبقى في إطار التقنية الموجودة حاليا، هل تعتقد سنرى شيئا أكبر خلال هذا العام؟ صعب شوي، لانه هو الاكبر الكبير اللي كل العالم ناطرينه هو الميتافيرس، بس هيدا قبل 2026 ما في شيء انا وياك نستعمله كل يوم. التقنيه عم تتطور عم تتحسن فيها، والاخبار حنسمع منها شوي اكثر. يعني تحرك سناب شات هذا حيحرك غير مؤسسات، نعم وكمان نحن يعني بتعرف تويتر بكل الاخبار بكل اخر هالكم اسبوع، بدنا نعطيهم كمان 6 اشهر ليكون في تغيرات جذريه من عندهم كمان. شكرا لك من دبي، الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي السيد أيمن عيثاني، أشكرك جزيلا.